اهلا بيكم متابعين قناة زكوت فازر، ومعاكم المبرمج احمد محمدي، وحلقة جديدة من كورسنا فلاتر اند جيتكس. تعالوا نتكلم عن حاجة جديدة ومستوى جديد من الكورس بتاعنا، وهو الجيت بيلدر. وده حاجة مهمة جدا بالمناسبة، ولازم اي واحد بيبرمج جيتكس يكون عارفه، فخليكوا معنا. تعالوا نرجع بالذاكرة شوية لأول تطبيق عملناه في الكورس بتاعنا دوت، اللي هو كان في الحلقة الأولى والتانية والتالتة، وكان عبارة عن مجرد يعني نافيجيتور كده بننتقل من شاشة لشاشة، وبنعمل ندوس هنا بلس فيعمل انكريمنت للرقم دوت، وكنا بنستخدم فيه الجيت كنترول الجيتكس كنترولر، ويعني استخدمنا خلاله ما يسمى بالاوبي اكس والجيتكس. ماشي، وتعالوا نتكلم عن الاوبي اكس مره تانية. ماشي، وازاي احنا عملنا الاوبزرفبل فاريبل هنا هو، وخليناه انكريمنت دايركت ويزيد، وطبعا كان كود قليل جدا معانا، وكان حاجه ثوريه، والناس يعني تقريبا عجبها الجيتكس من الحلقه ديت. مبدئيا كده الاوبي اكس والجيتكس بالطريقه الكلاسيكيه اللي احنا اشتغلناها ديت، بالرغم ان كله مميزات وسهوله في كتابه الاكواد، الا ان هو في بعض السلبيات، مش هنقول مشاكل، هنقول سلبيات، وهي ان هو بيعمل اوفر ستريمينج على الميموري، يعني بيخزن مساحه كبيره جدا على الميموري عشان خاطر يقدر يديك البرفورمانس اللي انت عايزه. وده طبعا مع الاجهزة الكويسة مش بيفرق كتير، انت مش هتحس لو انت جهازك حديث، لكن لو انت جهازك قديم شوية، او الاجهزة اللي انت بتستهدفها او بتترجتها قديمة شوية، فالموضوع ده هيبقى مشكلة، لان التطبيق هيكون الى حد ما بطيء. طبعا انا بتكلم على الاجهزة اللي هي ضايعة، يعني مش الاجهزة اللي هي مثلا الشعبية او كده، انا بتكلم على الاجهزة اللي هي الميموري بتاعها قليل، اللي هي بتبقى مثلا قديمة واندرويد قديم او يعني. بس في النهاية انت مثلا بتبقى لو انت بتعمل تطبيق عارف الكاستمرز بتوعك والشريحة بتاعتهم ايه، وكمان بتبدأ تحدد الاجهزة اللي هيشتغل عليها التطبيق دوت بناء على شريحة الكاستمرز بتوعك، فبالتالي انت مفروض انك انت تراعي الموضوع دوت، وما تخليش كل حاجة في التطبيق بتاعك يشتغل بالجيتكس. وممكن نستخدم الجيت بيلدر. الجيت بيلدر هو يعني لما هنستخدمه دلوقتي هتلاقوه بيعمل نفس الفانكشناليتي، ماشي، بس ما بيعملش ستريمينج على الميموري، فالتعامل معاه بيكون اسرع شويه. ماشي، طب يعني هل انا بالطريقه دي بستغنى تماما عن الطريقه العاديه في الكولينج للجيتكس بتاعي؟ لا خالص اطلاقا، انا ما بعملش كده. انا كل ما هنالك ان انا في بعض الحاجات هبقى محتاج فيها استخدم ستريمينج عالي، لو مثلا هي هوت داتا، او مثلا بجيب داتا بسرعة، او بتعامل مع فاير بيز، او بتعامل مع اي بي اي، فمحتاج الداتا بتاعتي تكون جاهزة وسريعة، فبستخدم فيها الجيتكس. لكن لو عاوزها مثلا تلود تشتغل على جهاز مثلا بسيط وتعمل ستريمينج اقل، ففي الحالة ديت بستخدم جيت بيلدر. يعني ده بس مجرد ايه، ديزاين وايز او طريق التصميم للسيستم بتاعك، هم عاملين لك دوت وعاملين لك دوت. بصراحة مكتبة جيتكس من المكاتب اللي بدأت تحقق انتشار واسع جدا في المستخدمين المبرمجين، وخصوصا الفريلانسر. يعني نعرف ناس شركات كتيرة شغالين بفلاتر، بس يعني حتى الان المبرمجين برضو بدأوا يعملوا نوع من انواع الالتراس وتشجيع الحاجات، ففي ناس بترفض الجيتكس لمجرد ان هو اسهل يعني، وان هو خلاص اتعلم البلوك او اتعلم البروفايدر، فخلاص بقى مش هنتعلم جيتكس. بس في النهاية هي مكتبة زيها زي كل المكاتب، انت ممكن تستخدم كل حاجة في التطبيق بتاعك، ممكن تستخدم بروفايدر، ممكن تستخدم بلوك، ممكن تستخدم كل، ولو في طريقة جديدة طلعت هتستخدمها عادي، وكله في تطبيق واحد، الموضوع مش مقفل. لكن مشكلتنا هي التراس، لغات البرمجة اللي بيدافعوا عن لغة او طريقة حتى جوه لغة باسلوب مستميت، لدرجة انه ممكن يضيع حياته كلها
حتى لو التكنولوجيا دي ادمت او انتهت في العالم. على فكرة انا شرحت الفكرة بتاعت التراس لغات البرمجة ديت، والناس اللي بيتدافع عن لغات البرمجة كأنها واحد من ولاده مثلا بطريقة جنونية، وتحس ان هو يعني بقى مذهب او عقيدة عنده هي لغة البرمجة، بينما هي يعني تول في الشغل، ممكن تول كنت بتستخدمها وادمت فهتستخدم تول تانية بس. لكن في ناس، وهي الفيديو اللي ظاهر على الشاشة ده دلوقتي واللينك بتاعته هتلاقوها برضو على الشاشة، تقدروا تتفرجوا على الفيديو ده، فيديو مفيد جدا جدا جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الجيت بيلدر ونشتغل المثال، هو نفسه المثال اللي كان في الحلقة الثالثة، هنشتغله بالجيت بيلدر. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نضيف جيتكس، لان اوريدي احنا اتعلمنا في الحلقات الاولى ازاي نضيفها، هي ما اتغيرتش كتير، هي النسخ بس اللي اتحدثت شوية، ممكن كانت اشتغلنا على نسخة اقدم شوية لكن دلوقتي النسخة احدث 4.6.1، وان شاء الله حتى وصلت النسخة ال20 او ال30. يعني هي ستيل برضو الموست لايك فلاتر باكيجز، يعني اكتر باكيج موجودة في موقع bub.dev الخاص بالفلاتر، ماشي، هو اكتر مكتبة مستخدمة حتى هذه اللحظة واشهرهم يعني، وناس كتيرة بدأت تفضل تستخدمها، بس ده كله مش موضوعنا. الانستليشن واحد واحنا استخدمناها قبل كده، فمش هعيد كلام عن الانستليشن في الليفل دوت من الكورس، ماشي، تقدروا تشوفوا الحلقات الاولى وتعمل انستليشن للجيتكس بتاعت الكنترولر تاني غير الكنترولر دوت، ماشي. وهنيجي هنا عشان نفرق بس، وهنحط دارت فايل ونسميه مثلا هنا ايه كاونتر، مثلا هنسميها مثلا بيلدر، على اساس ان احنا هنشرح الحلقة ديت الجيت بيلدر، اوكي. وكده عملنا كنترولر جديد اسمه ايه جيت بيلدر. هنعمل هنا بقى امبورت للجيت اهو كده، وهنعمل بقى هنا كلاس هنسميه هنا كاونتر بيلدر، ثانية واحدة، تمام كده اهوت، وهنخليه بيورس او باكستندس from getx controller عادي خالص خالص خالص. هي الفكرة مش هنا، احنا هنستخدم getx controller في حتة تانية، بس مش هنستخدم ال obx اللي كنا استخدمناه، ال obs قصدي اللي كنا استخدمناه في الشاش او الكنترولر اللي قبليه، ماشي. ده هنعمله كده بس. اول حاجة هنعملها هنا وهو ان احنا نضيف الفاريبل بتاعنا، فهنقول مثلا انت مثلا هنا كاونتر مثلا، وهنقول هيساوي صفر وبس، مش هنضيف بقى الاو بي اس، ماشي. وتعالوا نعمل هنا الفويد انكريمنت، اوكي، والميثود ديت هتبقى هي اللي هينكريمنت بيها الفاليو بتاع ايه الانتجر دوت. فهنقوم جايين عاملين ايه هنا، هنا كاونتر هنا بلس بلس، ماشي. هنا طبعا مش هنعمل ستريمينج للانتجر دوت ونخليه ثابت في الميموري، بس هنعمل له حاجه زي مثلا ايه مكان بيتعرف فيه ثابت، هو زي باكج كده او باج شنطه بيشيل فيها القيمه بتاعته كل مرة، ونبعت له ليها عن طريق حاجة زي سيت ستيتس اسمها ابديت. بس تعالوا قبل ما نحط الكاونتر دوت، تعالوا نتكلم عن حاجة كده هوت، اللي هو مثلا لو جينا هنا وعملنا هنا ريفاكتور، وجينا هنا عملنا جنريت، ماشي، وهنا دورنا على الاوفررايد ميثودز، ماشي، وخدنا ميثودز من الاوبجكت الاساسي اللي هي ايه on initialize، ماشي، وناخد واحد تاني اللي هو هنا generate، وهنا override method، وهنا هناخد هنا ال on close، ماشي. on initialize مثلا، طبعا طالما استخدمت دولت يبقى لازم تعمل super dot on initialize عشان لما يستخدمه، ماشي، ده انت عملت override، طبعا ده object oriented، فانت لما عملت اوفررايد ليها فانت لازم تنادي على الكلاس اللي في السوبر دوت وبحط، وبعد كده تضيف الكود بتاعك هنا بعديه. وبرده في حاله اون كلوز لازم تعمل نفس القصه، سوبر دوت اون كلوز، ماشي،
علشان انت تنادي الاون كلوز. طيب ايه اون انيش واون كلوز دولت فايدتهم ايه؟ فايدتهم يا سيدي ان انت لما بتيجي تستخدم الجيتكس كنترولر، الجيتكس كنترولر تعالوا ندوس هنا كنترول ونقف على جيتكس كنترولر، ماشي كنترول وتقف على جيتكس كنترولر، هينقلك على الميثود الاساسيه اللي في الكلاس بتاعنا، فهتلاقي هي اسمها ايه؟ ديسبوزابل انترفيس. يعني ايه ديسبوزابل انترفيس؟ يعني الانترفيس ده بمجرد ما انت هتعمل له كلوز هيتمسح من الميموري على طول، هيحصل له ديسيبل على طول ويتشال من الميموري. فانت هنا في الاون انيشاليز هو بيعمل له انيشاليزيشن للاوبجكت دوت، بيبدا يحطه في الباج، سحبته من الباج ديت او من الشنطه ديت خلاص هو بيبدا يروح على الاون كلوز، والاون كلوز بيعمل له ديسبوزابل وبيشيله من الميموري تماما. وبكده بالفكرة العبقرية اللي عملها جيتكس ديت، انت ممكن انت معظم الشاشات بتاعتك تبدأ تستخدم ستيتلس ويدجت، ما تستخدمش ستيتفول ويدجت، فتبدأ تقلل المساحة اللي انت بتشغلها بالجهاز بتاعك او بالتطبيق بتاعك على الرام، ماشي. الحتة ديت مهمة جدا، فخليكم فاهمينها كويس جدا جدا، ان الجيتكس من احد مميزاته خصوصا لو انت هتستخدم الجيت بيلدر، ان انت ممكن لما تشيل الجيتكس اساسا من الاستخدام بتاعك او تعمل له اوف او تمسحه باي طريقة، هو اوتوماتيك بيتمسح من الميموري، وبكده يخلي التطبيق بتاعك ايه سريع. وعشان بقى الجيتكس يعرف ان الكاونتر ده اتحدث، فهتستخدم بقى بدل ما تستخدم بقى الاوبزرفبل، لان احنا مش هنستعمل الستريمينج، مش هنستعمل دايركت ستريمينج على الميموري، هنستخدم حاجة اخف شوية يستخدمها وقت ما هو بالظبط كده، كأنك انت بتستخدم حاجة وقت ما انت عايزها، ولما ما تعوزهاش ترجعها تاني للمكان اللي بتستخدمها منه، ماشي. لكن الستريمينج هي حاجة موجودة بقى على طول، استخدمتها ما استخدمتهاش هي موجودة على طول. فهنيجي هنا نعمل ابديت، اوكي. والميثود ابديت دي شبيهه لحد ما بست ستاتس اللي احنا كنا بنستخدمها زمان في شاشات، بس طبعا مع جيتكس الميزه الكبيره ان انت فصلت البيزنس لاير او الجزء اللي بتكتب فيه الاكواد بتاعك عن الشاشات بتاعتك. فهنا انت هتستخدم ايه؟ الابديت. هنروح بقى على الشاشه بتاعتنا اللي هي المين، احنا طبعا كنا بنروح على هوم بيج هنا، فخلونا بقى ايه يعني الشغل القديم ده كله كده احنا مش عايزينه، فهنيجي في السكيفولد بتاعنا في البودي، هنمسح بقى ايه الاو بي اكس دوت، ماشي. وهنبدا نحط حاجه جديده، مثلا هنحط مثلا هنا سنتر، وجوه السنتر دوت هنحط هنا تشايلد، ماشي. والتشايلد دوت هنستخدم بقى فيه بقى ايه؟ الجيت بيلدر. خلوا بالكم ميثود جيت بيلدر هي ميثود جينيريك، يعني بتاخد اسم الكنترولر اللي انت هتحطه هنا فيه، اللي هتخزنه فيه، اعتبرها شنطه كده بتحط فيها القيم بتاعتك زي ما انا قلت لك. فهنا هنيجي هنا ما هو عاوز اسمه ايه؟ هو كاونتر بيلدر، ماشي. فهنستخدم هنا الكاونتر بيلدر، اوكي. هيطلب مني هنا اسم اللايبرري او اسم المسار اللي انا بستخدمه فيه، هنستخدمه، ماشي. وهنا بقى هنبدا نستخدم ايه؟ الشايلد بتاعنا. هنا هنحط شايلد، خلينا كده نبقى منظمين شويه، نحط هنا. هنا بقى الشايلد بتاعي بيبقى حاجه اسمها هنا بيلدر، ماشي. والبيلدر بعمل ميثود اون ران كده، بكتبه هنا فيها بارامتر فاليو، ماشي. وبقول له الفاليو دي بتريتيرن التكست مثلا بتاعتي اللي هحط فيها المتغير بتاعي، انا هنحطها اي حاجه كاونتر از مثلا دلوقتي، ماشي تمام كده اهوت. وقبليها لازم اعرف حاجه اسمها الانيشال فاليو بتاعتي، والانيشال فاليو بتاعتي هياخد نفس الكنترولر بتاعي، بس هنعمل منه انيشالايز. هو كده عرف الكنترولر بتاعك وبدا يخزنه على مستوى التطبيق كله مبدئيا، وخلي بالك من حته التطبيق كله، ماشي.
طبعا هو كل ما خلاص انت هنا اول مره بس بتعمله انيشالايز، هو بيشوفه خلاص بيبقى عارف ان ده الكنترولر بتاعك، وكل ما بتيجي تستخدمه تاني خلاص هو بقى خلاص فهم انه موجود في الباج او الشنطه بتاعت الجيت بيلدر. تعالى هنا نستخدم الفاريبل بتاعنا، فهنستخدمه منين بقى؟ من البارامتر دوت اللي هو فاليو دوت، والكاونتر اللي هو ايه المتغير اللي احنا كنا عملناه هنا اللي هو دوت. ماشي، يبقى احنا هنا استخدمنا الكاونتر بيلدر وضفنا له الفاريبل دوت. اوكي، وشوف اول ما اعمل رن هنا هيبدا يظهر ايه الرقم بتاعنا هنا، بس طبعا لسه ما تعملوش ايه الانكريمنت بتاعنا. تعالوا بقى انكريمنت الفاليو دي. هنيجي هنا بقى للباتون بتاعنا، نمسح الكود القديم دوت، نمسح الكنترولر القديم ده خلاص مش عايزينه. ماشي، احنا بنستخدم دلوقتي جيت بيلدر، وهنيجي هنا هندوس الت انتر، هيقول لك راب ات وز ويد جيت. ماشي، فهنحطه جوه الجيت بيلدر زي ما عملنا في اللي فات، جيت بيلدر، وبرده هنحط فيه القيمه بتاعتنا اللي هي الميثود بتاعنا الكاونتر بيلدر. ماشي، وفي الكاونتر بيلدر دوت طبعا هنا ما عادش فيش تشايلد، هنستخدم هنا بيلدر، وجوه البيلدر هنقول له هنا الفاليو اهوت البارامتر بتاعنا. ماشي، وهنقول له هيريتيرن الفلوتنج اكشن باتون دوت. ماشي، وجوه الفلوتنج اكشن باتون دوت في الاون بريست بتاعه هنقول هنا فاليو دوت انكريمنت. تمام كده، شايفين السهوله اللي في الموضوع؟ الموضوع يعني ما انا شايفه سهل. طبعا هنا في الشاشه الثانيه ما عملناش انيشالايز للكاونتر بيلدر، لان احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل له مره واحده بس في اول مره بتستخدمه، بعد كده هو بيبقى عارفه لوحده. هنيجي بقى هنا نرن مره ثانيه، نعمل ريفرش للتطبيق بتاعنا. ماشي، ونيجي على البلاس بتاعنا هنا اللي هو السيستم بتاعنا، وندوس بلاس، اهو شايفين بانكريمنت عادي زيه زي المره اللي فاتت، بس المره دي استخدمنا جيت بيلدر ما استخدمناش الاو بي اكس او جيت اكس. وبس كده، دي حلقه النهارده، معلش طولت عليكم، بس يعني هي مهمه للليفل دوت عشان هنتعمق شويه في جيت اكس. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبتشكر جدا للناس اللي دعمت القناه وكلمت كلام حلو جدا جدا عننا، وزعلان جدا من الناس اللي بتعمل داونلود للفيديوهات من غير اذن طبعا، واتمنى ان الناس تدعمنا بانها تشوف الفيديوهات على منصه يوتيوب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.